السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear respected brothers and sisters, welcome to Al-Khair Education. Today we are in مدرسة الخير. We are taking the exam of the last student who did not memorize the hadith that the other student did. So today, inshallah ta'ala, we are here to examine them. Okay, Rom, let's start. إنما الأعمال بالنيات فمثل جبالة في تبلسل يكون هنسر actions according to intention. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقل فمثل جبالة في تبلسل يكون هنسر في عدمي زن الله بمستان سان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قادرا فمثل جبالة في تبلسل يكون هنسر فونه بيت في الشيشة سنة أنت حالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم فمثل جبالة في تمسك يقنه الشر فالسلام amongst you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتر فمثل جبالة في تمسك يقنه الشر do not become angry. ما شاء الله جزاك الله خيرا. يا عبد الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فمثل جبالة في تمسك يقنه الشر actions are according to intentions. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم فمثل جبالة في تملس بيها قمر سيد سيها بليغ الله ثم استقم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة القادعة فمثل جبالة قادئ قادئ فمثل جبالة في تملس بيها قمر سيد the one who breaks relationship will not enter paradise. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم فمثل جبالة في تملس بيها قمر سيد فات سلام بمسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فمثل جبالة في تملس بيها قمر سيد ما بكم أمرهم. كيما كهذان فز ذا قبلة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على صلاة هيا على صلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء وفتح الله عليكم.